معنا مشاهدينا عبر الهاتف من بغداد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة السيد يحيى رسول. سيد رسول، مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم. بيان مجلس الأمن الوطني سيد رسول تحدث بصراحة هنا عن إعلان الكرد للحرب بعد استقدام الآلاف من المسلحين من البككة وغيرهم إلى كركوك لمواجهة القوات الاتحادية. إلى أين تتجه الأوضاع في كركوك؟ وهل نتوقع عمليات عسكرية الليلة؟ سيد رسول، هل تسمعني؟ الآن أسمعك. هل سمعت سؤالي أم أعيد السؤال لحضرتك؟ يا ريت يعني إذا يمكن إعادة السؤال. بيان مجلس الأمن الوطني تحدث بصراحة هنا عن إعلان الكرد للحرب، خاصة بعد مجيء الآلاف من البككة وغيرهم إلى كركوك لمواجهة القوات الاتحادية. إلى أين تتجه الأوضاع هنا سيد رسول؟ هل نتوقع عمليات عسكرية الليلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم على المشاهدين. مساء النور. حقيقة بيان مجلس الأمن الوطني كان واضح وصريح فيما يخص استخدام عناصر من البككة في مدينة كركوك. قطاعاتنا تقوم بعملية الانتشار ومسك الأرض ضمن وعلى الأراضي العراقية. هذه الأراضي كان يتواجد فيها قطاعاتنا تقوم كل أرض وفرض كل مناطق. نتمنى أن يعني تكون هناك عملية دقيقة للحوار. توصيات مجلس الأمن الوطني، كلام السيد القائد العام للقوات المسلحة كان واضح ودقيق، وإن شاء الله أرى أنه هناك مجال لترك كل هذا الذي تقوم به حقيقة قوات البيشمركة باستخدام هذه العناصر على الأراضي العراقية وعلى أرض كركوك. لا نتمنى أن يكون هناك صدام. أيضا كلام السيد القائد العام للقوات المسلحة كان واضح وصريح أنه الشعب الكردي هو شعبنا وأهلنا، ولن نستخدم أي قوة باتجاه شعبنا وأهلنا. طيب سيادة العميد، هناك معلومات عن وصول قوات كبيرة جدا من البيشمركة إلى كركوك، ما معلوماتكم عن هذه الحشود وأين تركزت هنا؟ يعني فيما يخص هذه المعلومات، لدينا معلومات دقيقة، نحن نراقب الوضع ولدينا جهد استخباراتي متابع لتحركات البيشمركة. أعتقد أنه قوات البيشمركة هناك تهويل للموضوع. قطعاتنا مثل ما أشرتي على الأراضي العراقية، هذه الأراضي تابعة للسلطة والحكومة الاتحادية، وطبيعيا تتواجد القطعات وتقوم بعمليات إعادة الانتشار ومسك الأرض وتقوم بالعمل الطبيعي ضمن عملية مسك الأرض وأيضا إعادة انتشار بالأراضي تبع الحكومة الاتحادية والمركزية. نعم، الكثير من الوكالات سيادة العميد أشارت أو تحدثت عن وجود دعوات للتحالف الدولي إلى طرفي الأزمة بعدم اللجوء إلى التصعيد العسكري. ما هو دور التحالف الدولي هنا في حل هذه الأزمة؟ أعتقد يعني دور التحالف الدولي كان ولا زال جيد لتهدئة يعني والوقوف ما بين الطرفين، وكان يدعو دائما لموضوع التهدئة. وأنا أشرت في كلامي أن الحكومة العراقية القيادات العسكرية لا تريد الصدام مع قوات البيشمركة. قوات البيشمركة من ضمن منظومة الدفاع الوطني العراقي، ويجب أن تعي وتعرف ويجب أن تأتمر بأمر القوات القيادة العسكرية العراقية وبالحكومة العراقية. نحن نقوم بعمليات إعادة انتشار على الأراضي العراقية، عمليات مسك الأرض. نعم. غايتنا هو أن نحافظ على شعبنا. طيب. وأهلنا. طيب سيادة العميد، كل قوميات الديانات. كل هذا التوتر الموجود الآن سيادة العميد في كركوك، هل سيؤثر هنا على موعد انطلاق العمليات في القائم وراوة؟ لا، أنا أطمن الجميع أنه العمليات والاستحضارات مستمرة باتجاه تحرير ما تبقى من الأراضي العراقية. نعم. باتجاه راوة والقائم والشريط الحدودي، وهناك عمليات استنزاف ايضا لقدرات عناصر التنظيم الارهابي بضربات جويه موفقه سواء في القائم او في راوه او حتى في منطقه البوكمال السوريه، حيث تم قتل العديد من عناصر التنظيم الارهابي وقياداته. نعم. الاستحضارات العده العدد القطعات مستمره بعمليه التهيئ لغرض ان تنطلق العمليات العسكريه لتحرير هذه الاراضي. نعم، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد المتحدث باسم قياده العمليات المشتركه العميد يحيى رسول، شكرا جزيلا لك.